صفة الله. قال الإمام الحسن عليه السلام: الحمد لله الذي لم يكن له أول معلوم ولا آخر متناهٍ ولا قبل مدرك ولا بعد محدود ولا أمد بحتى ولا شخص فيتجزأ ولا اختلاف صفة فيتناهى، فلا تدرك العقول وأوهامها ولا الفكر وخطراتها ولا الألباب وأذهانها صفاته، فيقول: متى؟ ولا بدأ مما، ولا ظاهر على مما، ولا باطن مما، ولا تارك فهلا، خلق الخلق فكان بديئاً بديعاً، ابتدأ ما ابتدع وابتدع ما ابتدأ، وفعل ما أراد وأراد ما استزاد، ذلكم الله رب العالمين.